مزارع كتير في مصر بدأت التوسع في مشروعات تسمين الجاموس، هي كاستثمار أفضل من تسمين العجول البقرية مفيش جدال، لكن في محاذير كتير، ولو ما انتبهش المربي ليها قطيع الجاموس ممكن يروح منه في ثانية، وده اللي انتبهت ليه شركة علاف الوطنية، وأنتجت لأول مرة وبجودة عالية علاف تتناسب مع احتياجات الجاموس في أعماره المختلفة وبتكلفة أقل، توليفة من أفضل خامات الأعلاف، وتحقق أفضل معامل تحويل غذائي في الجاموس. دلوقتي هنزور مع حضراتكم مزرعة المهندس حمدي البرنسي اللي يعتبر من القامات الكبرى في تربية الجاموس البلدي في مصر، هو بجد عمدة مزارع الجاموس في مصر، ومزرعته مفيش أجمل منها، مساحتها 80 فدان مزروعة من سنة 1995 بالمانجا والقشطة والعنب والموالح، وعلى مساحة 5 أفدنة صمم سنة 2006 حظائر لتربية الجاموس مفيش أزكى من كده، سواء في اتجاه العنابر عكس الرياح أو المظلات أو برك الطينة اللي الجاموس بيعشقها أو مناطق الجاموس الفطام والأعمار الصغيرة اللي متغطية بالبلاستيك والشبك، كل حاجة صممها على إيده، حتى مكسر العلف هو اللي صممه بنفسه وفي مصر. تعالوا في البداية نتعرف على المهندس الزراعي حمدي البرنسي اللي بيربي النهاردة 1000 راس جاموس، ونفهم منه مقومات مشروع تسمين الجاموس البلدي، وإيه المحاذير اللي لازم المربي يحترس منها ويتعامل معها إزاي لو اتفاجئ بيها لا قدر الله. حضرتك في المنطقة دي من حوالي مثلا 30 سنة. مظبوط. بدأت إنتاج حيواني من 15 سنة، ولكن في قصة كده حب فريد كده ما بينك وما بين الجاموس، أنت بتحب تربيه صح؟ مظبوط. عايز أعرف ليه وبدأ إزاي معاك الإنتاج الحيواني؟ هو بدأ الإنتاج الحيواني معايا من حوالي 15 سنة، ودي كان الشغل الأساسي بقر وأوزان تقيلة يعني 250-300. تمام. وبدأت أنزل واحدة واحدة من وزن 200-150-120-100 لغاية ما وصلت وزن اللي هو 70-75، يعني بقى لي 4 سنين دلوقتي استلامي من وزن 75-85 مثلا. طب خلينا أفهم الناس حاجة، هنا في المزرعة دي يا جماعة المفروض أن المنتج اللي هو بيتولد عنده العجل الجاموسي بيتولد على وزن 35 بالكثير، 35 كيلو، 35-5 بيوصل لغاية 70-85 يتفطم، يعني يتوقف اللبن الطبيعي اللي بيشربه، بيبدأ يروح مرحلة تانية بياخدها حد صاحب خبرة عشان يعرف يتعامل مع عجل مفطوم ويحوله من عجل بيشرب لبن لعجل يقدر ياخد علف يأكل. بس بالزبط. دي مش سهلة. لا مش سهلة اطلاقا. ممكن تجيب اسهال، ممكن العجل يروح منك في ثانية. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. بتتفاداها ازاي؟ لو عجل صغير، لو انا بستلم من شهر 10 لتلاتة بستلمه في حضانات زي عملها زي الصوب كده، زي الصوب. دي بتبقى نت بلاستيك ولا شبك؟ لا دي بلاستيك، يعني بتغطيها بالبلاستيك. بغطيها بالبلاستيك. يقعد تحتها لغاية ما يوصل مثلا 120-130 كيلو. ليه بتغطيها بالبلاستيك؟ علشان مش فاك زي اللي فوقنا يعني. علشان ادفي العجل، ادفي المكان والعجل يبقى دافي، وما فيش لو ادينا شتة وكده ما تجيش عليا. لان اخطر حاجة برضو للعجل الصغير اللي هو الاوزان دي ان هو جسمه يتبل. جسمه يتبل. نحاول بقدر الامكان يكون ناشف. هتشتغل عنده نزلات معويه ويسهلوا الكلام ده كله زي الطفل الصغير بالظبط. خلي بال حضراتكم، المهندس حمدي البرنسي اتخرج في كليه الزراعه جامعه قناه السويس فرع العريش، تخصص شعبه عامه سنه 1992، وبدا زراعه ارضه وعمره 24 سنه، كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ونجح بعد سنين انه يحولها لواحده من اهم مزارع الانتاج النباتي والحيواني في قريه البستان مركز الدلنجات بالبحيره. وبالمناسبه هو بيدخل الجاموس في مزرعته بعد الفطام مباشره، يعني وزن يتراوح ما بين 70-85 كيلوغرام عجل شعاري، ودي اخطر المراحل على الاطلاق، وبنفسه بيشرف على حظائر التربيه لعجول الفطام، ودورته بالمناسبه 12 شهر. طب باشمهندس حمدي، انا عايزك تقول لنا انت بتستقبله ازاي؟ ايه التحصينات اللي بياخدها؟ العلف اللي بتحطه له بتحافظ عليه ازاي؟ اصل ده عجل يعني حاجه زي الطفل الصغير اللي عمره لسه 7 شهور. الاستقبال اول حاجه يوم ما العجل بيجي لنا اللي هو وزن 70-75 اول حاجه بناخده بنوزنه على الميزان، وهو لسه نازل من التاجر او التاجر لسه جايبه، يعني بتجيب الكلام ده من الاسواق، تجار بيجيبوه لك خلاص اتعرفت يعني. كله من الاسواق المحليه. تمام ماشي. اول حاجه بياخدها اللي هي ايه؟ الاستقبال. ده مضاد حيوي. وبيبقى نوع، يعني دايما في العجول الصغيرة بالذات بيبقى نوع نظيف زي الاكسيد مثلا، نوفلور، ادويه من اللي هي الغاليه النظيفه. تمام. اللي تدي له حمايه لغايه ما يتاقلم حتى على الاقل مع المكان. مع المكان. تمام. وتاني يوم بندي له الحمى القلعيه
وطبعا وديله ساعه ما بيدخل، يوم ما بيدخل بالظبط بياخد شرب ديدان سكارس ده يوم ما بيجي بالظبط. هياكل ايه؟ ما هو مش اي حاجه ياكلها، هو متعود على حاجه. احنا حضرتك ساعه يعني لما بنستلمه اول يوم بنجيب علف، في العلف انواع، في 19% وفي 16% وفي 14%. المرحله الاولانيه دي عايزه بروتين عالي اللي هو 19%. ماشي. ففي الغالب هو بيبقى ده علف الوطنيه 19%، وبنحط مثلا معدل كل عجل اول يوم، يوم ما يجي حوالي 200 جرام. علف شركه الوطنيه. علف شركه الوطنيه. بتحط له 19 اول ما يجي. 19 اول ما يجي. وبعدين ماشي. بس وبنراقب العجل هو كل ولا ما كلش، نبدا معاه مثلا ب 200 250 جرام. وفارق معاك علف الوطنيه المخصص للجاموس؟ يعني بالنسبه لعلف ال 19% وطنيه، لا انا حاسس يعني السنه دي انا استخدمته من اول الدوره، لا جايب نتائج كويسه معايا. خليني ارجع معاك تاني، انت بتقول لي ان انا دلوقتي ممكن اخرج العجول بعد لما اعدي مرحله الخطر اللي هي 75-80 اوصل لغايه 130، من اللحظه دي العجل بقى امان وممكن يكمل. اي حد ياخده، اي حد عايز يربي بقى ونفسه يعمل مشروع انتاج حيواني. انت بتبيع من وزن كام؟ انا ببيع من 200. من 200 تقدر تبيع للمربين. للمربين يستفيدوا منك، اللي هو ياخده منك امان تماما. تماما. وبعدين هو بياخده متحصن، ممكن معلش يعني لو جه في ميعاد تحصينه اللي هو الحمى القرعيه وانا لسه محصنه، ممكن ياخده يطلع عنده الدوره ما يحصنش نهائي. يعني انا لو لسه محصن من اسبوع وهو خد، انا بقول له خلي بالك انا محصن بقالي اسبوع، قدامك 120 يوم تانيين. انا عايز النصيحه من المهندس حمدي البرنسي لاي حد عايز يشتغل في تربيه الجاموس. اولا اشتغل بقري ولا جاموسي؟ دي النصيحه الاولى. اقول لحضرتك هي متوقفه على اللي عايز يشتغل، هو معاه فلوس كتير لان البار غالي اصلا. ماشي، مفيش مشكله يشتغل بقري، وانصحه يشتغل باري الاول ده لو معاه فلوس. يتعلم مثلا في الباري، يتعلم بيكتسب خبره واحده واحده برضه الاول، مع ان الجاموس بيقولوا سهل وما يجيلوش بعد ال 120 130 كيلو يا باشا. مش المرحله الاولانيه، ما هو في واحد يقول لك ايه انا هروح اجيب مثلا عجل ثمنه 5000 ولا بتاع يعني 70 85 كيلو. ماشي، يقول لك انا هشتغل فيه. لا هو كده مش هيعرف يشتغل فيه لو ما عندوش خبره. مش هيعرف يشتغل فيه نهائي، وهيقفل المشروع ده وهيقعد. انت قلت لي جمله انا مش ناسيها، التجربه دي غير قابله للتطبيق الا لاصحاب الخبره. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. المقايسه فيها بحسابها. يعني هو عايز يشتغل وما عندوش خبره نهائي، ده ممكن يبدا من وزن 100 واقول لك اول سنه يبدا من وزن 150.